يا وزارة الخارجية انتوا ما تريدون تتصرفون، خلوا مجلس النواب يتصرف. واذا مجلس النواب ما يتدخل بقضية خطيرة ومصيرية مثل تجاوز الجارة الشقيقة العزيزة الكويت على ارض وماء وثروات العراق الطبيعية، لا عاد من حاطيهم، وعلى الاقل انطوهم فرصة يقومون بواجبكم، لان ما ندري شنو سر سكوتكم عنه وتهاونكم به. الكويت حفرة بير نفط بأم قصر، ايش تنتظرون؟ بل وشلون راح تزوقون هذه التجاوزات؟ هالمرة بيا خانة راح تخلوها. قبل فترة من تم انتقاد الاتفاقية المبرمة بين العراق والكويت واللي قيل انه فيها تفريط واضح بأرض عراقية لدرجة تهجير عراقيين من قاعهم إلى عمق البصرة الخارجية، أنكرت وقالت أن ذلك يجري في محرمات الحدود بين البلدين. زين هسه شنو عذركم؟ بل شنو عذر الحكومة؟ بل شنو عذر الرئاسات قاطبة شلع قلع؟ بل شنو عذر كل القيادات، قيادات الدولة الساكتة عن الحق؟ وانتو تدرون الساكت عن الحق شنو؟ ما نريد نجرح أكثر بالحكي، وهنا احنا نعيد طرح النائب علاء الحيدري اللي قال اما ان تتحرك الخارجية ولم تفعل، واما توافق فورا على طلب تشكيل لجنة من مجلس النواب توفد للكويت لبحث المشكلة بشكل عاجل ولم تفعل ايضا، او اللجوء للخيار الثالث وهو استدعاء وزير الخارجية للبرلمان للمساءلة، ومع الاسف هذا لم يحصل لحد الان ايضا. ويجوز ورا كل هاي الهوسه هم كل شيء ما يصير.